هكلمه. على فكرة يا رأفت، أنا ما قلتش أي حاجة للحاجة عن المشاكل اللي بتحصل هنا عشان ما يتضايقش. الراجل بيعمل خير لوجه الله وبيساعد الناس، ودول كدابين وبيخافوش ربنا. هو في كده؟ أنت جبت خلاصة المشكلة يا رحمة، الكدابين. عشان كده أنا شايف إننا المفروض نبلغ الحاج باللي بيجرى، عشان ما نبقاش إحنا كمان كدابين. بنقابله نقول له كله تمام، والحقيقة مفيش حاجة تمام خالص. الأحسن إن إحنا ما نقولوش أي حاجة دلوقتي. خلينا نحل المشاكل دي في هدوء لغاية الأمور ما تستقر، وبعد كده نبقى نقول له. الراجل اللي فيه مكفيه. ما أنا كنت قادر أتابع كل الأقسام والتفاصيل يومياً، بس من ساعة ما اتعجنت في تحضير الدكتوراه دي وأنا باجي هنا المستشفى بصعوبة. سيب لي أنت كل حاجة وركز أنت بس في الدكتوراه. إلا قول لي، التذاكر اللي بيدوها للعيانين بيبقى عليها ختم؟ آه طبعاً. كويس قوي. والختم ده مع مين؟ عند مدير الحسابات. مفيش أي حد رقيب عليه؟ يعني في موضوع التذاكر ده، أقصد أقول إنه ممكن يطبع التذاكر ويباعها لحسابه من غير ما حد يكشفه. الحقيقة إن هو بحكم وظيفته مع الأختام اللي تخص الإيصالات والتذاكر وتوريد الفلوس، بس مش عارف بصراحة ممكن أعمل عليه رقابة إزاي. على فكرة أنا ما بشكش وخلاص. دي أول تذكرة دخلت بيها، رقمها 835، وأنا اتأكدت إن عدد المرضى اللي بيدخلوا العيادات كل يوم ما يقلوش عن 100 مريض. يعني لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل أسبوع يبقى كويس جدا، لكن لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقى أكيد في سرقة كبيرة جدا، لأن المفترض إن عدد المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقوا أكتر من كذا ألف. لو اللي بتقوليه ده صحيح تبقى مصيبة، حتى السرقة في التذاكر. ليه لأ؟ عموما سيب لي الموضوع ده، أنا هتأكد بنفسي. أنا مش عارف أقولك إيه يا رحمة، ده أنت جيتيلي نجدة من السما. يلا يا سيدي بجملة، ما انت طول عمرك مغلبني بمشاكلك. طب يلا بينا، عشان طلبت انهم يجتمعوا في الصالة. يلا بينا يا سيادة المديرة. يلا. والحاج ابراهيم اصدر قرار بتعيين الاستاذة رحمة مديرة عام للمستشفى، ومن هنا ورايح انا مسؤوليتي في المستشفى تقتصر على الامور الطبية فقط، لكن كل الامور الادارية هتبقى مع استاذة رحمة. اهلا بيكو، انا سعيدة جدا اني موجودة معاكم. أنا في الحقيقة كنت بشتغل في الخليج في مستشفى زي دي بالظبط، يمكن قدها في الحجم، نفس المعدات والأجهزة، ولكن الخبرة أعتقد إن هنا في خبرة أكتر بكتير. أنا مش هتكلم كتير عن التغيير لأني ناوي أغير كل حاجة، يعني أي فساد أي مشاكل موجودة إن شاء الله هنقضي عليها. المشروع ده هدفه الأساسي هو مساعدة الناس الغلابة، أهل الحي اللي مش قادرين يتعالجوا في مستشفيات خصوصية، يعني ما عندهمش تمن التذكرة، واحنا واجبنا ان احنا نساعدهم ونقف جنبهم ونكون عندنا رحمه معاهم في التعامل. دي مهنتنا، ان لازم نتعامل مع الناس برحمه ونساعدهم ونحل لهم مشاكلهم الصحيه. انا سعيده جدا اني هتعاون معاكم، واتمنى ان يكون عندكم نفس الشعور. واي حد عنده مشكله او اي حد يشوف اي حاجه مش عاجباه او مش مظبوطه، ضروري يجي ويقعد ويتكلم معايا وما نخبيش عن بعض حاجه، وان شاء الله مع بعض وببعض هنحل كل المشاكل، والمستشفى ده هيكون من احسن ما يكون. وانا متشكره قوي ليكم. على اذنكم. يا نهار اسود، دي جت ولفت ما بيننا على انها عيانه، ده انا كمان خدت منها بقشيش. ومين سامعك؟ انا كمان خدت منها المعلومه. دكتور رشاد، الست دي بقى لها كذا يوم بتلف في المستشفى لحد ما وصلت لاوضه عمليات النساء. خلوا بالكم، ممكن تكون عرفت اي حاجه. ربنا يستر. كل حاجه تقف دلوقتي لحد ما الامور تبان. يا ترى هتطلع زي اخوها بقى ولا ايه؟ مش عارفه، بس في ناس بتقول ان بقى لها 3 4 ايام بتلف في المستشفى على ان هي عيان، وعملوا بقى اللي انت فاهماه فيها. طب كويس، يعني عرفت اللي بيحصل هنا في الغلابه. مفروض بقى، ما هي اما ناويه لهم على نيه سودا يا اما ناويه تقسمهم. ما اظنش، ما افتكرش ان اخت واحد زي رأفت تبقى كده. هنشوف. احسن انا خلاص قرفت من اللي بيحصل هنا. عاوزك تخلي بالك يا رحمه، ما تضغطيش على الناس اللي شغالين عندك، يعني مش قوي. عندك حق يا حاج، انا عايزاك تشيل هم المستشفى ده من دماغك خالص، سيب عليا كل الحمل وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. او عايزك تعرفي كمان ان الخير ما يخصش الناس اللي بتتعالج بس، لا يخص اللي شغالين كمان. حاضر. لا اديني كام يوم كده، هعمل كام خطوه، وبعد ما ارتب كل حاجه انا هكلمك واقعد معاك واحكي لك كل اللي بيحصل بالظبط. ان شاء الله هبذل كل مجهودي عشان المستشفى دي تبقى احسن من مستشفيات كتير قوي حواليها.
حاضر، مع ألف سلامة. يا عبد الحميد، انت بتستأذن قبل ما تدخل وبالتليفون كمان؟ لا، أصل ايه اللي أصل ما تتكلم يا ب... لا، أصل في الحقيقة أنا مش جاي أكلم حضرتك في موضوع يخص الشغل، يعني أنا جاي أكلم حضرتك في موضوع شخصي. طب وماله يا ابني؟ اتفضل اتكلم، انت عارف انا بحبك زي ماجد وثابت بالظبط. بعدين مالك واقف مشبك ايديك كده زي اللي عامل عامل؟ اقعد. اتكلم. اصل يا ابني ما تعصبنيش، في ايه؟ محتاج فلوس ومكسوف تطلب؟ لا بصراحه يا حاج، انت خيرك مغرقنا. امال ايه الموضوع؟ المشكله ان فواتير الشراء والبوالص ما ينفعش تعدي على واحد من غير ما يعتمد التاني. يعني انت بدأت بالشك في مدير المشتريات وكبرت معاك لما وصلت ان في عصابة كبيرة جوه المجموعة. الحاج مدي الثقة للمدير المالي ومدير المشتريات ومدير المصانع، وانا شايف انهم مش اهل للثقة دي. مش للدرجات دي يا صبري، الحاج برضو ابن سوق ويقدر يوزن اللي قدامه. انا ما بتكلمش عن اي ناس يا سليم، دول ناس ياكلوها ولعا وواصلين في المجموعة قوي، ويقدروا يسرقوا من أول ما قطعة الغيار بتخرج من الجمرك لحد ما تتركب لحد ما تبوظ تاني من غير ما حد يقدر يراجع عليهم. مش عارف يا صبري، أنا مش مقتنع بالكلام ده. طب وإيه الحل؟ أنت مش مصدقني وأنا الشك حيموتني. أنت عندك مجرد شكوك في مدير المشتريات، والحاج مش عايز اتهام من غير أدلة، عايز أي شك مدعم بورق. خلاص نتأكد الأول. خلصتي محاضراتك؟ كان فاضل لي محاضرة واحدة بس. محاضرتهاش ليه بقى؟ اصلا مش مهمة قوي، بعدين قلت اجي اقعد في النادي شوية. طب على فكرة انا هاجي كتير الفترة اللي جاية لحد ما اخلص العقد بتاعي مع النادي. طب كويس. انت عامل ايه؟ يعني ايه يعني دي؟ مش عارف، بس بجد حاسس ان انا متلخبط شويه. ليه كده؟ عندك مشاكل في الشغل ولا ايه؟ لا خالص، ما عنديش مشاكل في الشغل ولا حاجه. انا عندي مشكله تانية قابلتها صدفه من يومين، بس بجد من ساعتها حاسس ان انا مش عارف افكر خالص. انا شايفاك يعني اليومين دول مش بتنزل محل يا بابا، ايه رايك لو غيرنا النشاط؟ هنغيره لايه يعني؟ نعمله مثلا زي بوتيك كده نبيع فيه هدوم جاهزه. بس انا ماليش في الهدوم الجاهزه، مش شغلتي. عموماً هي فكرة ممتازة. أيوه، نستغل القماش اللي مركون تحت ده وهنشغل المحل. ازيك يا بابا؟ أهلاً أهلاً. ازيك يا رأف؟ ازيك يا رأف؟ أخبار الدكتورة المعصلجة إيه؟ هنعمل إيه بس؟ لسه معصلجة زي ما هي. ليه؟ مع إن المفروض الدكاترة دول بيختاروا يعملوا رسالة الدكتورة عن حب يعني. نصيبنا بقى رحمة، هنعمل إيه؟ أمرنا لله. مساء الخير. مساء الخير يا جمال. ازيك عمي؟ ازيك؟ اللي قول لي يا ابني، ما فيش اخبار جديده عن موضوع الخلفه؟ ما هو رأفت قال لنا انا ورحمه نروح بكره ان شاء الله المستشفى نعمل شويه تحاليل. ما تقول يا رأفت. والله يا بابا في حاجه اسمها الحقن المجهري، نتائجها مضمونه وناس كتير خلفوا بيها، هما بس بعد ما يعملوا الفحوصات بكره ربنا يقدم اللي فيه الخير. اتفضل. اتفضل يا حاج. ده ايه ده يا صبري؟ دي فاكسات الشركة الياباني اللي بتورد قطع الغيار للمكن عندنا، ومستندات استيراد قطع الغيار دي عبارة عن بوالص الشحن وإفراج الجمركي وشهادة المنشأ، صور من شهادات الشركة. طيب بما إن سيادتك اطلعت عليهم أنا هقول لكم بقى أنا فهمت إيه. دي طلبيات قطع الغيار اللي بيطلبوها بتوع الصيانة ومواعيد تركيبها، ومعاها التقرير بتاع المهندس الفني المختص. تمام؟ تمام. لا مش تمام، هما كده حطوا كل الأوراق اللي ليها علاقة بالأعطال، بس نسيوا حاجة بسيطة وخطيرة في نفس الوقت. إيه هي يا حاج؟ تقارير تشغيل المكن في نفس تواريخ الأعطال دي، ما بتقولش إن الإنتاج قل ولا حتى وقف، وزي ما انتوا عارفين أعطال يعني مفيش إنتاج، مش كده ولا إيه؟ ده كده معناه إن المرات اللي مش متسجل فيها وقف تشغيل المكنة هي المرات اللي المكن ما كانش محتاج فيه قطع غيار ولا حاجة.
امال كانوا بيركبوا قطع الغيار امتى؟ على الورق بس. وازاي نثبت ان ده ما حصلش في الواقع؟ برضه من تقارير الانتاج، لان المكن ما وقفش ولا انتاجه قل. ايه هيركبوا قطع الغيار والمكن شغال؟ يعني المكن ما وقفش خالص يا حاج؟ ولا ساعه. ما هو عشان بتوع الانتاج دول تبعك فما عرفوش يشتروه. يعني العصابه فيها بتوع المشتريات وبتوع الصيانه، لكن بتوع التشغيل ومراقبه الانتاج مش معاهم. يا ولاد الكلب، انا مش عايز شتيمه. هم ولاد كلب واحنا ايه؟ بنتسرق عيني عينك كده كاننا بنتضرب على قفانا. طب هدي نفسك بس يا حاج. انا مش ههدى لما اشوفكم انتوا الاثنين مالين مراكزكم. اسمع يا صبري، تحت امرك يا حاج. عايزك تراجع مخزن قطع الغيار، تشوف قطع غيار الهالك وتطابقه مع فواتير الشراء ومواعيدها. بكده تبقى تسدت عليهم من كل ناحيه، وتبقى مسكتهم من رقبتهم صح، مع انهم كانوا مرتبين السرقه ومظبطين امورهم. انا لو هقعد اتفرج وفي حد بيسرقني يبقى اقعد في بيتنا احسن، يا اما خدها من قصيره واقفلها. تقفلها ايه يا حاج لا سمح الله؟ كويس يا صبري انك لفت نظرنا. الحمد لله يا حاج. لموا الورق ده بقى كله وحطوه في ملف واحد عشان نفتح تحقيق. عايز اوصل للعصابه دي نفر نفر. ماشي يا حاج، تحت امرك. المهم ده يحصل من بكره الصبح وفي هدوء عشان محدش ياخد باله ونعرف نطب عليهم.